بيبدأ المسلسل مع بنت اسمها اون اللي بتكون شغالة في شركة الدعاية والإعلانات. بتكون مهمتها انها تاخد السياح للمولات وبعدين تعرفهم على عروض المحلات اللي هي بتسوق لها. وفي يوم بتتأخر اون على الباص فالسواق بينساها وطبعا بيتحرك من غيرها، فبتضطر تحصلهم جري على رجليها لحد ما بتقابل السواق اللي بيتفاجئ لما بيشوفها، فبتعرفه ان اتحرك بالباص قبل ما هي تركب، فبيقول لها انه ما خدش باله منها. بعدها بتوصل للمول اللي فيه السياح ومعها صاحبتها واني اللي اول ما بتشوفها بتبص لها بقرف كده وبتتجاهلها وبتكمل كلامها مع السياح عن المهرجان اللي اسمه صناع الملكة السريين واللي فيه مسابقة ملكة الجمال، ولازم المشتركين اللي فيه يجمعوا اكبر عدد من الستيكرز وساعتها هيكسبوا في المسابقة. بعدها بتروح وانج تضايق اون شوية وبتفضل تتريق عليها وعلى شكلها وبتسألها بتجيب هدومك دي منين، وبتقول لها اصل مستحيل قوي تكوني بتدفعي فلوس في هدوم زي دي، لكن اون بتطنش وبتمشي لانها عارفه انها بتكرهها وبتحب تتنمر عليها دايما، بس بتفضل تفكر في كلامها وبتعرف ان وانج عندها حق. وبعدين بتبص في المرايه وبتقول لنفسها انها عارفه انها مش حلوه، وبتفضل تبص للبنات اللي في المكان وبتشوفهم قد ايه احلى منها بكتير، وغير ده كله كمان انها وحيده وملهاش اصحاب، فبتقعد في مكان تلعب على موبايلها لكن بتيجي بنت وبتقعد عليها بالغلط، فبتعتذر لها وبتقول لها انها ما خدتش بالها منها، فأم بتقول لها عادي ولا يهمك انا متعوده على كده، وبعدين بتسيبها وبتمشي وبيخلص الحوار على كده. ولما بتروح تركب الاسانسير بتشوف طفل صغير بتبتسم له وبتلعب معاه، لكن الولد فجأة بيفتح في العياط ومامته بتستغرب وبتسأله مالك بتعيط كده ليه، بيقول لها انه مش بيحب غير البنات الحلوة بس. طبعا اون خواطرها بتتدغدغ وبتتحرج جدا لان كل اللي في الاسانسير بيفضلوا يضحكوا عليها، واول ما الاسانسير بيفتح بتجري بسرعة وبتحاول تستخبى من كل الناس، وده طبعا بعد ما فقدت شوية الثقة اللي كانت مكملة بهم حياتها. في الوقت ده بقى بتتخبط خبطة جامدة من شاب وسيم بالغلط لدرجة انها بتقع على الارض، فبيعتذر لها وبيجيب لها حاجة تشربها وبتعتذر له ان هي كمان لانه اكيد خاف من شكلها، اما هو بقى بيكون مش فاهم قصدها ايه لان المفروض هو بس اللي يعتذر لها. المهم بعدها بيطلع لها كارت مهرجان صناع الملكة السريين اللي بيكون وقع منها، فأون بتقول له خليه معاك لاني مش محتاجاه، فبيسألها عن السبب اللي يخليها ما تشاركش في مهرجان زي ده، فبتقول له انها كده كده ما عندهاش فرصة انها تكسب، فمش عايزة تحرج نفسها وده لانها عارفة مكانتها كويس وما ينفعش انها تنافس في حاجة هي مش عندها اصلا. طبعا بيكون قصدها الحوار بتاع الجمال، وقبل ما الشاب يرد عليها بيجي لها مكالمة من واحدة من السياح بتبلغها ان الكارت بتاعها ضاع، وبتعتذر للشاب وبتشكره على المشروب وبتضطر تقوم تروح لها بسرعة، ولما بتيجي تفتح شنطتها بتلاقي ان كلمة السر غلط والشنطة مش عايزة تفتح معاها خالص، فبتعرف انها بدلت شنطتها بالغلط مع الشاب الوسيم، ولما بترجع له ما بتلاقيهوش مكانه، فبتفضل تدور عليه في المول كله لحد ما اخيرا بتلاقيه، فبتفضل تنادي عليه وتجري وراه لحد ما بتلاقيه ماشي من طريق والطريق ده محدش بيمشي منه، وفجأة بيدخل في الحيطة وبيعدي من خلالها بمنتهى السهولة. بتبقى مصدومة جدا فبتروح تلمس الحيطة، فبتلاقي نفسها اتنقلت لمكان تاني خالص موجود فيه كل البريندات العالمية اللي تخص تجميل الستات. بعدها بتسمع اون صوت موسيقى الباليه وبتشوف بلورة بتلف طالع منها الموسيقى دي، ولما بتروح تمسكها بتوقع ازازة برفان بالغلط والازازة بتتكسر، وفجأة بتلاقي قدامها شاب بيسألها انت بتعملي ايه هنا وازاي اصلا دخلتي المكان ده. بتكون اون خايفة ومتوترة جدا، والشاب بيسألها اذا كانت بشرية ولا لا. مجرد ما بتسمع السؤال ده بتتخض وبتبقى مستغربة جدا، فبتقوم تجري، ولما بتروح تفتح الأسانسير بتلاقيه في وشها، فبتروح تجري لاتجاه تاني خالص وبتستخبى فيه وبرضه بتلاقيه في وشها من تاني، وعلى كده بقى كل ما تروح في مكان بتلاقيه في وشها، وبيقول لها انت فاكرة نفسك هتقدري تهربي مني ولا ايه، وبيعرفها انها ما تقدرش تمشي بالسهولة دي، لكن اون بتكون خايفة جدا وبتفضل تتحايل عليه انه يسيبها تمشي، وبتوعده انها هتعوضه عن ازازة البرفان اللي هي كسرتها، فبيقول لها ان مفيش حاجة في العلم تقدر تعوضه عن الازازة دي، فبتقول له ليه يعني هي غالية قوي كده سعرها كام يعني، فبيعرفها ان البرفان ده عمره 100 سنة، فبتستغرب وبتقول له نعم يا اخويا، وبتكمل كلامها وبتقول له طب لما هي حاجه غاليه قوي كده ليه مش حاطينها في متحف عشان يحافظ عليها، فبيسالها هو انت فعلا ما تعرفيش انت فين، بتفضل متنحله كده شويه وبتفكر انها ممكن تكون ميته وان ده قبض الارواح، بيفضل يضحك على كلامها وبيقول لها تعالي ورايا، بتفضل برضه خايفه وبتقول له يصارحها اذا كانت ميته بجد، وكمان بتطلب منه يقول اسمها اذا كان يقصدها هي، وده لانها بتشوف في الافلام ان قبض الارواح احيانا بيتلخبط، اما هو بقى ما بيردش على كلامها. بعد شويه بتشوف صوره عارض ازياء فبتقول له ده شبهك بالظبط، فبيسالها ليه كل البشر فاكرين اللي بيشوفوه هو الحقيقه،
فبترد عليه وبتقوله لان ده فعلا اللي بيحصل، وده لان لو شخص جميل ووسيم الناس اكيد هتستلطفه وهتحبه. بيقول لها نفسي اعرف الناس ليه بتقارن نفسها ببعض ودايما حكمهم على الناس بيبقى بالمظاهر وبس، على الرغم ان كل شخص ليه معاييره الخاصه. وبيكمل كلامه وبيقول لها ان ده تكبر وغرور وان البشر هم السبب في رحيلهم عن العالم، فبترجع انت تنح له من تاني. وبعدين بتقوله يعني انت مش قابض ارواح؟ فبيقول لها ايوه مش قابض ارواح لكني رسول الجمال. بعد كده بياخدها الاوضه مليانه مرايات سحريه، بس اون بتداري وشها وبتبقى مش عايزه تبص في المرايات دي. فبيسألها عن السبب، بتقول له انا ما بحبش اشوف نفسي، وده لانها بتشوف نفسها مش حلوه. فبيوجه واحده من المرايات عليها، واللي اول ما بتبص فيها بتتنقل لذكرى قديمه ليها لما كانت في صاله الباليه في المدرسه. وقتها كان نفسها تجرب ترقص باليه جدا، فبتقرر تلبس فستان وتحط ميك اب وترقص، لكن للاسف بتقع واصحابها بيشوفوها وبيفضلوا يضحكوا ويتريقوا عليها. من وقتها بقى وجالها زي عقدة كده وبطلت تبص في المراية خالص. بترجع للواقع من تاني وبتسأل الشاب هو إيه اللي حصل، فبيقول لها إن المراية دي كانت بتوريها أكتر ذكرى وحشة حصلت لها، وإن اللي شافته ده أكتر حاجة مش عايزة تفتكرها لأنك حسيتي أحاسيس وحشة كتير في الذكرى دي. فبتقول له الناس بيبصوا في المرايات عشان عايزين يشوفوا نفسهم جمال، لكنها للأسف بتشوف نفسها عمرها ما كانت جميلة. فبيتعصب وبيلف في المراية، وفجأة بتلاقي نفسها رجعت لأول مكان كانت فيه لما دخلت من الحيطة. فبتستغرب جدا وبتقول له هو إيه اللي بيحصل. بيقول لها ان الناس ممكن تفتكر لحظة حصلت بسبب ريحتها وبتفضل في الذاكرة طول العمر، وبيسألها ازاي عايزة الناس تفتكرها، وبيعرض عليها تختار البرفان اللي هي عايزاه. فبتختار برفان للكابلز وبتقول له انها كانت بتتمنى لو عندها حبيب عشان تديله واحدة منهم. فبيضحك وبيقول لها انت عايزة يبقى ليكي حبيب؟ فبتقول له طبعا اكيد دي حاجة لطيفة، وبتقول له لا انا عايزة برفان يخلينا تولد من جديد. فبيقول لها اكيد موجود طبعا، عارفة اللي كسرتيه من شوية؟ اهو هو ده بقى. وبعدين بيقول لها عايز أقولك على حاجة، مش كل اللي بتشوفيه يبقى كل الحقيقة، وبيرش في وشها البرفان اللي اختارته. بعدها بتفوق اون وبتلاقي نفسها نايمة في المول، وبتجيلها وانج وبتقول لها انها افتكرتها وقعت في بلاعة بسبب انها اتصلت بها كتير وما بتردش عليها. اما اون فبتكون متضايقة جدا لانها بتعرف ان كل اللي فات ده كان مجرد حلم، لكن المفاجأة هنا ان وانج بتسألها عن نوع البرفان اللي هي حطاه. فبتستغرب أنه بتشم نفسها، فبتعرف ان ده البرفان اللي الشاب رشه في وشها، فبتعرف هنا ان ده ما كانش حلم ولا حاجة. وكمان بتلاقي الكارت بتاع مهرجان صناع الملكة السريين، وبتلاقي صورة للشاب اللي رش عليها البرفان. فبتقوم بسرعة تروح للحيطة اللي اتنقلت من خلالها، بتفضل واقفة قدامها مدة عشان تسحبها لجوه، لكن بتحس انها حيطة عادية ما فيهاش اي حاجة، لحد ما الشنطة بتسحبها وفجأة تلاقت نفسها اتنقلت مرة تانية. فبتقول لنفسها حلو قوي كده، المرة دي هطلب ان ابقى جميلة. بعدها بتروح تدور على الشاب، لكن بتلاقي شاب وسيم تاني غيره، فبتسأله لو كان رسول الجمال. فبيقول لها واضح كده ان دي مش اول مرة بالنسبة لك تبقى موجودة هنا، وبيعرفها انه مش هيحولها جميلة. وبتسأله عرفت منين اللي كنت هقوله؟ فبيقول لها انه عاش لمدة 1000 سنة، فبقى يعرف البشر هيقولوا ايه من مجرد النظرة. وبعدين بيقول لها لو ما عندكيش اي سؤال تاني اتفضلي امشي. فبتقوله انا عايزة الشنطة بتاعتي، فبيقول لها تقدري تروحي لقسم المفقودات. بتفضل ماشية في طريق طويل، واول ما بتوصل بتلاقي نفس الشاب ده موجود هناك. الغريبة هنا انه بيكون مش فاكرها، بس لما بتقوله انها جاية عشان شنطتها بيفتكرها. بتقول لنفسها ده افتكر الشنطة وما افتكرنيش. بعد كده بتلاقي نفسها في مكان مليان تراب وفي حاجات قديمة كتير، وبيقول لها تدور بنفسها على الشنطة بتاعتها لان المكان مفهوش عمال يدوروا لها عليها. فبتضطر اون تدور بنفسها على الشنطة، وبيبقى المكان كله تراب. وبتسأله على المدة اللي بيحتفظوا فيها بالمفقودات، فبيقول لها للأسف انهم ما بيحتفظوش بيها اكتر من 100 سنة. فاون بتتصدم جدا وبتقول له معنى كده ان الحاجات دي اثرية. بعدها بتفتح صندوق وبيطلع منه حمام، فبتخاف جدا وبتقع، وبيقع فوقها حاجات كتير، فبتتبهدل وهدومها بتكون مش نظيفة. فبيديلها الشاب حاجات تغسل بها وشها وتنظف بها نفسها، فبتدخل الحمام وبتنظف نفسها وبتلبس فستان قديم جدا. فبتخرج للشاب وبتقول له انه مش حلو عليها، فبيقول لها ايوه فعلا ويا ريت تغيريه. ولما بتدخل اوضه كده عشان تغيره بتلاقي نفسها اتنقلت لذكرى قديمه من ذكرياتها اللي بتكون في اوضه الدراسه بتاعتها وقدام مكتبها، لما لقت ورقه على مكتبها من واحد زميلها مكتوب فيها انه عايز يقابلها في الحديقه، وبالفعل بتروح. وبيقول لها انه معجب بيها، فبتستغرب وبتساله اشمعنى هي. بيقول لها انه شايفها جميله جدا في نظره وما بيهتمش بكلام الناس، وبيطلب منها انهم يرتبطوا، وساعتها اون بتتبسط جدا وبتوافق في ثانيه الا ثانيه. في الوقت ده فجاه بيظهر باقي زمايلها في المدرسه،
وبيفضلوا يتريقوا عليها، وبتعرف انهم كانوا عاملين عليها رهان على المدة اللي هتوافق فيها بالارتباط. طبعا اون بتكون واقفة مصدومة جدا وبتفضل تعيط، ولما بتشوف اون نفسها وهي بتفضل تعيط بترجع تاني للواقع، وبتسأل الشاب عن المكان اللي كانت فيه، فبيقول لها انه مخزن المفقودات، وبيسألها لو لقت وقتها الضايع. فبتقول له وقت ايه، انا بدور على شنطتي، وما بتبقاش فاهمة حاجة من كلامه. فبيقول لها انه قابل كتير زيها بيغلطوا وبيندموا وبيبقوا عايزين يصلحوا اخطائهم، لكن بيرجعوا تاني وبيتصرفوا نفس التصرفات. فبتقول له انت مش بشري عشان تحكم على البشر، وان الحياة صعبة وما بتديش الشخص اللي هو عايزه، وانها يدوب بتنجو بنفسها كل يوم. فبيقول لها انت مش بتحاولي تنجو بنفسك ولا حاجة، لانه شايف انها مش بتحاول تغير من نفسها وتبقى جميلة. فبتقول له انها بتتمنى تبقى جميلة بس مش عارفة تبدأ منين. فبيقرر يساعدها وبياخدها وبيحط لها ميك اب، وبعد شوية بيختفي، وفجأة بيضرب جرس الانذار في المكان، وبتيجي مجموعة اشخاص بيطردوها لحد ما بتوصل لشاب وسيم غير اللي قابلتهم قبل كده، بتلاقيه في وشها بيقبض عليها وبيحقق معاها، وبتبقى مش عارفة هي غلطت في ايه، بس بتفتكر ازازة البرفان اللي كسرتها، وبتقول له انها عايزة محامي. فبيضحك على كلامها وبيقول لها ان مفيش هنا قوانين بشرية، وان السيد الرئيس بتاعهم هو اللي هيصدر عليها الحكم. فبتتخيل ان هم هيأمروا بقتلها، فبتقول له انها هتعمل اي حاجة يقولوا لها عليها. فبيقول لها وديتي فين المجوهرات اللي سرقتيها، فبتقول له انها ما سرقتش حاجة وما راحتش لمحل المجوهرات اصلا، وكل اللي عملته من ساعة ما دخلت هنا إنها كسرت إزازة البرفان بس. فبياخدها يوديها محل المجوهرات، وهناك واحد بيشهد إنه شافها وهي داخلة المحل، وطلبت من العاملة إنها ترميلها اللبنة في الباسكت، وراحت سرقة المجوهرات وهربت. فبتتعصب اون جدا وبتقول له انت كذاب، وبتطلب منهم انهم يفتشوها، ولو لقوا المجوهرات معاها تبقى هي سرقتهم. بيحاولوا يفتحوا شنطتها، فبتقول لهم انها ما تعرفش كلمه السر. بيحاول يكسر قفل الشنطه، لكن فجاه بيلاقي الشنطه بتطلع نور. فبيسألوها انت جبت الشنطة دي منين؟ بتقول لهم ان الشنطة بتاعتها اتبدلت مع شاب هنا بالغلط. فبيقول لها ان دي شنطة السيد. فبتقول له تقصد اللي قعدني معاه وشربني عصير ده يبقى السيد؟ طب خلاص يبقى نروح له كلنا. هنا بقى بيخاف الشاهد وبيتوتر جدا، وعلى طول بيعترف ان هو اللي سرق المجوهرات. بعدها المحقق بيفك كلبشتها وبيسألها اذا كانت هتمشي. فبتقول له انها مش عايزة تقعد هنا تاني بعد اللي حصل لها ده. فبيقول لها طب مش لما ترجعي اللي سرقتيه الاول؟ فبتستغرب جدا وبيقول لها قصدي قلبي، اصلك سرقتي قلبي. فبتتوتر قوي، وبعدين بيلبسها سلسلة وبيقول لها انها هتحتاجه، فلازم تحافظ على السلسلة كويس قوي، وبيعرفها انه ما قابلش بنت زيها ابدا. وفجأة بتلاقي نفسها رجعت للواقع، وصور الثلاث شباب اللي قابلتهم اتحطت في كارت المهرجان. وقتها بتشوفها وانج وبتسألها هو انت ناوية تنضمي للمسابقة بجد؟ وبتفضل تضحك وتتنمر عليها، لكن اون ولا في دماغها وبتطنشها، وده لانها متعودة على كده. وبتروح تبص على نفسها في المراية وهي مبسوطة جدا بالسلسلة، وفجأة بتلاقي وانج بعتت على الجروب رسالة، وبتتريق هي وصحابها على اون عشان هتشارك في مسابقة الجمال، وبيقولوا انهم لازم يعملوا نفسهم ما يعرفوهاش. فبتتضايق اون على الامل الكذاب اللي كان عندها، وانها لازم تفوق بقى وما تفكرش في الموضوع ده اصلا، ولسه هترمي السلسلة من فوق، لكن بيجي لها شاب وسيم رابع بيمسك ايديها وبيمنعها، وبيقول لها انه محتاج مساعدتها، وعلى الرغم انها بترفض لكن بياخدها وبيدخل في الحيطة، وبيكون بيهرب من اشخاص، لكن الفردة بتاعت جزمتها بتقع منها، وقبل ما يمسكوهم بيروح الشاب مغطيها بالجاكيت بتاعه، وبيتنقلوا لمكان تاني خالص. بعد كده بيعرفها انهم بيهربوا من رسل الشر، وان رسل الشر ظهروا لان الجدار اللي كان بيفصل ما بينهم بقى ضعيف، وده بيحصل لما البشر بيفقدوا الثقه فيهم وبيفكروا انهم مش هيقدروا يساعدوهم. فبتعرف اون ان هي السبب، وبعدين بيجيب لها جزمه بدل اللي ضاعت منها، وبعدين بتقول له ان الجزمه حلوه وان رجلها مش حلوه، وفجاه بيترجى المكان بقوه. وقتها بيقول لها ان رسل الشر بتتغذى على مخاوفها، فبتعتذر له وبتقول له انها مش هتقدر تساعده. فبيترجى المكان مره تانية لكن بقوه اكتر، فبيقول لها تستناه وهو هيحميها. بتفضل اون حاسه بالذنب وبتفتكر انه محتاج لها، فبتقرر تقوم تدور عليه عشان تساعده، لكن بيشوفها واحد من رسل الشر وبيطاردها. بس فجاه بيجي الشاب وبينقذها منهم، ومن كتر قلقها بتحضنه وبتقول له انها مبسوطه انه بخير. المهم بعد كده بيروحوا المكان لكن الباب ما بيفتحش، فبتقول له يعدي من خلاله، ما هم يعني بيعدوا من الحيطه. فبيقول لها ان للاسف قوتهم ضعفت بسبب رسل الشر. وفجاه اون بتشوف زرار جنب الباب مرسوم عليه نفس رسمه السلسله اللي هي لابساها، وبتفتكر ان الشاب قال لها انها هتحتاجها، ولما بتحط السلسله على الزرار بيتفتح الباب بالفعل، وبتسال الشاب لو كده كله تمام،
لكن بيقول لها ان لسه ناقص حاجة واحدة، وهي انها تفتح الشنطة اللي معاها. هنا بقى بتعترف له انها ما تعرفش كلمة السر، فبيقول لها ان محدش غيرها يقدر يفتحها. وفجأة بيقع منها كارت مسابقة الجمال، وبتشوف فيه صور التلات شباب اللي قابلتهم، وبتبدأ تربط بينهم وبين لعبة الحروف اللي هي بتلعبها على الموبايل. بتاخد أول حرف من اسم كل شاب وبتحوله الرقم، وبالفعل أخيرا الشنطة بتتفتح، وفجأة بيخرج من الشنطة نور قوي جدا، وفجأة بتلاقي نفسها في مسابقة صناع الملكة السريين، وبتلاقي نفسها على المسرح وسط البنات الجميلة، والجمهور بيبصلها باستغراب. ولما مقدم الحفلة بيسألها عن الطلب اللي قدمته عشان تشترك في المسابقة، واللي بيبقى عبارة عن حروف، فبيسألها عن معنى الحروف دي، فبتتوتر جدا وما بتعرفش ترد عليه. وقتها بتدخل وانج وبتقرر انها تحرجها، وبتقول ان معناه انها عايزه تكون اميره وملكه جمال، فكل اللي موجودين بيفضلوا يضحكوا على كلامها. وبعدين بيبقى لازم يتعرض صوره لكل المتسابقات من غير اي ميك اب، ولما بتتعرض صوره اون الكل بيفضل يضحك ويتنمر عليها. طبعا بتبقى محرجه جدا لدرجه انها بتقع من على المسرح والكل بيفضل يصورها، فبتنهار جدا وبتفضل تصوت عشان محدش يصورها. بعدها بتفوق وبتلاقي نفسها في الباص، وبتعرف ان كل اللي فات ده كان مجرد حلم. ولما بتفتح الكارت مش بتلاقي صور الشباب، فبتتأكد 100% ان ده كله كان حلم. وبعدين بتتفاجئ ان وانج انضمت لها في مسابقة صناع الملكة السريين، وبتبقى قصدة بكده انها تحرجها، وبتقول لها ما تنسيش تيجي بقى وما تهربيش. ولما بيجي وقت المسابقة بتبقى اون قاعدة ومش عايزة تروح، بس بتفتكر كلام الشباب وبتقرر انها ما تستسلمش وتحاول تكون جميلة. بتروح بقى تحط ميك اب وبتلبس هدوم غير اللي كانت لابساها، وفجأة بتشوف شاب شبه اللي خبطت فيه، بس بتقول لنفسها اكيد يمكن واحد شبهه، لكنه بينده عليها، فبتعرف انها ما كانتش بتحلم. فبيطلع سلسلة وبيديها لها وبيقول لها ان مفيش جوهرة بتلمع اكتر منها، وانها لازم تلحق المسابقة. وفعلا بتجهز نفسها وبتروح المسابقة وبتبقى جميلة جدا، لدرجة ان وانج بتبقى متنحة لها من الصدمة، فبتقع وانج من صدمتها والكل بيضحك عليها وبيصورها. وبعد المسابقة اللي بتكون فازت بيها اون بتروح تساعد وانج، لكنها بترفض وبتبعدها عنها. ساعتها اون بتسألها عن سبب كرهها ليها، فبتقول لها انها كانت بتفكرها بنفسها زمان لما كان وزنها تخين جدا والكل كان بيتنمر عليها، وبسبب التنمر قدرت اغير من نفسي، وكنت بتنمر عليكي عشان اخليكي تغيري من نفسك. تاني يوم اون بتاخد السياح لجولة وبيبقوا معجبين بها جدا، وده لانها كسبت المسابقة. وفجأة بتلاحظ اون ان في بنت قاعدة في الباص منطوية جدا مع نفسها، بتفكرها بيها، فبتديلها كارت المسابقة وبتحدد لها مكان، وبتقول لها ان في مفاجأة هتكون هناك. بعد كده بتلف اون في المول وبيشوفها شاب وسيم جدا، فبيمشي وراها عشان يلحقها، بس هي بتفتكره منحرف وبتثبته، لكن بتعرف انه مدير المول، وبيقول لها انهم اتقابلوا قبل كده وخبطوا في بعض، واتبدلت شنطهم، وانه فضل يدور عليها بعد كده لكن معرفهاش بسبب ان شكلها اتغير، وبتعرف ان هو السيد اللي كان في عالم الجمال. بتبقى فرحانه جدا وبيمسك ايدها وبيقول لها انه معجب بيها. اما بقى البنت بتوصل للمكان وبتلاقي قدامها حيطه وبتبقى مش فاهمه ايه ده، لحد ما الشنطه بتسحبها وبتعدي من خلال الحيطه. كده بيخلص المسلسل. ما تنسوش اللايك وفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد.